جينا على الأقصى، صلينا وكنا في المظاهرات لحماية الأقصى والدفاع عنها. الأقصى خط أحمر عن جميع الكل، عن جميع اللي بتحداها والواقف ضدها. جدا جدا عالية، نقدر نحميها في أرواحنا إذا اضطر الأمر. أنا الحاج محمد فتح أبو رميلي من بيت المقدس، مولد القدس، ساكن حط السعدية. فاهم كيف؟ الأوضاع بتبكي والله، كل يوم على يوم بتزيد عمال الأوضاع، مش نافعة والله. الصبحيات حصلت الصبحيات باب حطه هون، قتلوها الناس، ضربوها، منعوا الناس تخش. الناس والأسوأ عمال الأوضاع بتصير والله عمال. بس نطلب من الله الفرج ويغير حالة بأحسن حال، أحسن من هالدنيا هذه، لأنه حالة بتبكي والله العظيم. بيجي الواحد من سافر من ساعتين ثلاثة على هوني ويجي باب الحرام ما يخشش، والله صعبة الشغلة هذه. مدفنة البول، الدار ضربونا، وجه غرب يطحونا، بيت دار ما حدش محكمش واحد خطى لبيت المقدس، مش خاشين ولا خاشين احنا، والأجنبي بيجي بخش بحوث البلد كليسة الأجنبي، بفر وين مكان، بخش وين مكان، ما حدا بيحكي معه، أهله وسهلا بيحبوا بيسيبوا فيه، احنا مش على الحرام بيت الأرض، اللي هو مش مصر الرسول الأعظم هذا بيت المقدس، مصر الرسول الأعظم فاهم، ده كل المسلمين هذا، لأنه أنا نخش في قلبه. الله حالي بتبكي وهدي، أما بسأل الله له طف وغير حالي بأحسن حال بجانب محمد وآل بيته ويهدي البلد ويجيب هدابة البلد للمسلمين كليتها، والله يفرج علينا وعليكم يا سيدي.